A'udhu billahi min ash-shaytan rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi al-tahirin. Qala amirul mu'mineen alayhi salatu wa salam. Kuna lil-zalimi khasman wa lil-mazlumi awna. Ayyuhal ikhwa al-a'izza. Wa ayyuhal sada al-kiram. Wa ayyuhal muslimun shi'atan wa sunnah. أخاطبكم من رسالة العاشوراء ومن منطلق العاشوراء إن الذي نشاهد اليوم مأساة ومجازر فنرى أمتنا المسلمة بين مستضعف وقتيل وجريح ومعذب وشريد من بحريننا الدامي وعراقنا الجريح وما إلى ذلك من يمننا وكشميرنا المعتقل ونيجيريا المضطهد وفلسطيننا المحتلة أليس إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام قد قال في وصيته للحسنين عليهم السلام كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا أليس سيد الشهداء الإمام أبو عبد الله الحسين قد قال إن الدعي ابن الدعي قد ركزني بين سنتين بين السلة والزلة وهيهات من الذلة يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت ولذلك أعلن السيد الإمام الراحل رضوان الله عليه يوم القدس العالمي وأكد أن يوم القدس ليس هو يوم فلسطين فحسب وإنما هو يوم الإسلام ويوم المستضعفين أجمعين أكتعين في العالم فهل قتل الأبرياء والظلم المستمر والتعذيب والتشريد والاحتلال أمر بسيط؟ فهذا الشعار ليوم القدس من السيد الإمام رضوان الله عليه لم يكن شعارا إعلاميا فقط بل كان موقفا ميدانيا حيث بدأ الإمام الثورات في القلوب والحركات في الساحات بما أنه أثار الصحوة الإسلامية عبر العالم وأصبح الإمام الراحل رضوان الله عليه أبا للصحوة الإسلامية في عصرنا الحاضر وهذه الصحوة بمثابة الشجرة المباركة لا شرقية ولا غربية والتي تتزايد ثمراتها كل يوم برعاية الله سبحانه وتعالى وبلطف من بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء وقال السيد القائد سماحة الولي الفقيه حفظه الله بما أن الصحوة لا تقمع فأعداء الإنسانية قد يقتلون هذا العالم وذاك وهذا المؤمن وذاك وليس بإمكانهم قمع الصحوة التي استلهمها السيد القائد من أمير المؤمنين عليه السلام ومن الحسن المجتبى عليه السلام ومن سيد الشهداء عليه السلام والتي تنشرها دماء الشهداء ويبارك فيها ويقويها دعاء العرفاء نحن هنا اليوم إخوتنا الأعزاء لنؤكد ولنعلن موقفنا وموقفنا هو كلا كلا للعنصرية وللقومية وللعنف وللإرهابية وللتطرف وللعلمانية وللظلم وللفساد وللتظلم كما أن الله سبحانه وتعالى أذكر السيد الإمام رضوان الله عليه دقيقا أنه قال في أحد خطاباته أن الله سبحانه وتعالى حينما يسأل من الظالم لماذا ظلمت يسأل من المظلوم المتظلم الساكت لماذا تظلمت لأن التظلم كذلك حرام في الإسلام كما أن الظلم حرام ولا بد أن نمشي أيها الإخوة على خط الرسالة وعلى خط الولاية وخط الإسلام المحمدي الأصيل صلى الله عليه وآله وسلم حنيفا
ونحاول بقدر المستطاع أن لا نتسبب التهاون بالقيم الإلهية وبالتالي ذوبان الأخلاق الحميدة واضمحلالها وانتشار الفساد ومداهنة المبطلين خاصة الصهاينة المحتلين. فمن الواجب ومن عملائهم فمن الواجب أن تبرز جماعة الحق وعصابة الخير لإقامة المعروف وإزالة المنكر من جذوره. ولتكن منكم كما قال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فإخوتنا الأعزاء إيماننا يدعونا إلى أن نحافظ كرامتنا وشرفنا وعزنا ووقارنا والقيم الإلهية. أليس الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قد قال المؤمن أعز من الجبل إن الجبل يستقل منه المعادن وإن المؤمن لا يستقل من دينه شيء. فندعوكم أيها الأعزاء المؤمنون إلى المشاركة في التظاهرات وبرامج يوم القدس لتعلنوا موقفكم وترفعوا أصواتكم للظالمين، وهذا من أقل وظائفنا تجاه المجازر للأبرياء ووظائفنا في قبال الضعفاء المؤمنين والمظلومين، ليتبقى لنا ماء الوجه عندما نواجه أبا عبد الله الحسين عليه السلام الذي ضحى بكل ما لديه في سبيل الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. ألسنا ندعو من الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء؟ وروي أن الإمام الفقيد الإمام الصدر قال وصدق ما قال ونعم ما قال إن شرف القدس يأبى أن تتحرر إلا على أيدي الشرفاء الأعزاء المؤمنين. اللهم اجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم وفقنا لما تحب وجنبنا مما لا تحب، وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وأحينا سعداء وأمتنا شهداء، وعجل في فرج وليك المهدي ابن فاطمة عليه السلام عليهما السلام، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه بما ذببنا عن دينه في هذا اليوم وفي هذا العصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.